في يوم 18/2/1968 قالوا بنتلاقى بين دبي وابو ظبي زايد وراشد. زايد عنده 3 أنفار من 4 والوالد عنده 3 وانا 3 وصغارهم. الان وصلنا عرقوب السديره. عرقوب السديره مرتفع وكذلك على الحدود. بنينا خيمتين صغار ومحطبتين. بنينا الخيمه الشماليه لان اللي هو من الشمال للشيخ راشد وزايد وحطينا فرش حد من الربع جايب فراش مطواي فرش 2 واحد ساند عليه. زايد طيب الله ترى واحد راشد طيب الله وكان الخيمه ما فيها فراش حتى التراب. والخيب الجنوبية الربع يطبخون فيها يسوون الغداء. اجتمعوا راشد وزايد في الخيمة الشمالية. أنا أصغرهم وأسب القهوة عليهم. كل ما يقولون قهوة شليت أنا الدلة وصبيت عليهم ورديت على الضوء لأن من هذا دائما تكون حارة. وبقوا إلين الظهر وهم في سوالف. السوالف شيء نسمعها وشيء ما نسمعها. كان الشيخ زايد يخبر الشيخ راشد عن بعض الحكام اللي هو يعرفهم. والشيخ راشد يخبر زايد عن بعض الحكام لأن يريدون الائتلاف الآن. في آخر المطاف قام وصلوا الظهر بعد ما صلوا ورجعوا قهوة ردين. أنا سمعت لأني كنت قريب منهم يقول له على بركة الله وأنت الرئيس. راشد يقول زايد فقال له زايد على بركة الله وضعنا حجر الأساس وبنبني الجدار إن شاء الله.